السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أول شيء نعتذر على الانقطاع الطويل، صرنا فترة ما نزلنا اللي هو شروحات، وقبل نزلت فيديو اللي يشرح الطائرة البروفيشنال 747، كان فيديو طويل بدون صوت، بس مجرد شرح بدون صوت. كان الشرح اللي هو تشغيل الطيارة والإقلاع والهبوط. فهالمرة راح نسوي 4 أجزاء، اللي هو تدخيل البيانات أول جزء، ثاني جزء اللي هو الإقلاع وتدخيل بيانات الهبوط، ثالث جزء راح يكون الهبوط، رابع جزء راح يكون تشغيل الطيارة. فراح الطيارة بركة الله راح يكون الطيارة البوينغ 747 البروفيشنال، راح فيها ملكة السماء يسمونها. فنبتدي فيها إن شاء الله. أول شيء راح نختار الطيارة، راح نروح على البوينغ، راح نشوف هذه هي، بس أنا راح أختارها الطيارة، لونها حلو، تو أمس نزل اللون. بنجربها. طيب قبل كنا في الستاندر، اذا بنطير طيرة الستاندر البوينغ ندخل مطار الهبوط ومطار الاقلاع، لكن هني لا، ما راح ندخل لا مطار هبوط ولا مطار اقلاع، بس راح ندخل مطار واحد اللي هو اللي راح نطير منه، مطار الاقلاع بعدين راح ندخله. فمثلا راح نطير من مطار دبي، دبي نختار هني، هذه دبي، نختار البوابة، هلا نقول بوابة واحد، نقول اوكي. هلا نختار بعد الوقت اللي نطير فيه، هلا نقول في الليل نايت، نقول اوكي و let's go نبتدي. هذا بركة الله. طبعا ما راح اشغل الطيارة، هي بتكون شغالة اول ما ننزل فيها، شغالة ما راح ابندها واشغلها مرة ثانية، راح ندخل البيانات على طول في الاف ام سي عشان نكون نحاول نختصر الفيديو قدر ما نقدر. هذا هو مطار دبي، هاي هروح ندخل خمرة الطائرة. هذه هي الطيارة اللي بنسوي، خلينا نشغل الانوار، نضغط شيفت مرتين ال عشان الانوار الداخلية تشتغل، ونروح على الاف اف ام سي. هذا هو، خلينا ركزوا معي شوي عشان البيانات تكون واضحة. شلون ندخل البيانات؟ انا البيانات ادخلها وتكون، في ناس لا تدخل بيانات الاقلاع الاقلاع والهبوط مرة واحدة، لكن لا، احب ادخل كل شيء يعني تفرق عشان يكون متعب في الرحلة. فراح نضغط على ال اف ام سي، شوف هاي الزر نضغط عليه، ظهرت لنا بيانات ال اف ام سي، هني الطيارة الموديل و فيرجن، وهني راح يكون الإيراك. هذا هو الإيراك، إيراك 1807، احفظوا على ال 1 8. كل واحد راح يختلف عنده الإيراك، مو نفس الشيء. طيب احنا عرفنا الايراك، راح نروح المتصفح، هاي المتصفح راح يكون الموقع، راح يكون راح احطه باصل الفيديو، موقع الروت، هذه خاص بالروت. احنا اللي بنسوي، احنا حفظنا الايراك، راح اروح على الايراك، وراح على اللي هو قلنا 1807، 1807، نضغط اوكي خلاص، نرجع للطيارة مرة ثانية. هاي الطيارة، نضغط على هذا الزر، نضغط عليه بعد مرة ثانية، ينتظر عندنا الصفحة. طيب هني الصفحة عندنا، أول شيء يقولنا اللي هو
جهة اليسار هذه بتكون مطار الإقلاع اللي احنا فيه الحين موجودين. حاليا لو تلاحظون احنا الحين موجودين في مطار الإقلاع. ايش بنسوي؟ راح نكتب دبي. كل مطار له اختصار، له رمز معين. مجرد ما تكتب مطار في جوجل راح يبين لك الرمز ماله. مطار دبي راح يكون OMDB، ونحطه هنا. طيب وين بنروح؟ شوف على طول من حطينا ظهرنا هذه علامة دبي. وين بنروح؟ خلنا نقول بنروح البحرين. رمز مطار البحرين بيكون OWBI، حطينا هنا. طيب هنا مكتوب رنوي اللي هو المدرج اللي راح نقلع منه. انت ما راح تحط مدرج من عندك، مطار دبي اكثر في المدرج، كل المطارات فيها اكثر من مدرج. فراح نطلب من المراقب انه يعطينا المدرج. ايش بنسوي؟ راح نضغط حرف الدال من الكيبورد، ظهرتنا الصفحة. راح نختار اول خيار، وراح نختار ثالث خيار. Antalya 9er Penny, taxi 2 and hold short of runway 30 left, using taxiway Juliet 2204 Kilo, Kilo 17. Contact tower on 118.75 when ready. Taxiing hold short runway 30 left, using taxiway Juliet 2004 Kilo, Kilo 17. Antalya 9er Penny. شوف اعطانا المراقب، راح يقالنا بيكون رينوي 30L، وبعدها هذه المسارات اللي راح نمشي عليها لين نوصلها المدرج. ايش بنسوي؟ طالع هني ما في مدرج، مجرد نكتب 30L ونحط هني على طول راح يظهر المدرج. طالع نضغط على كل، شوف الازرار هذه كل خانة قدامها لازم تحط. مثلا هاي الخانة بحط رينوي، احط قدامها رينوي. شوف على طول رسمني الرنوي. طيب ما راح نضغط اكتف، راح نضغط على نكست بيج، الصفحة اللي بعدها. ما راح نفعل من الحين، راح نقول نكست بيج. هني راح يكون نقاط الروت اللي راح نمشي عليها. احنا قلنا بنطير من البحر الى دبي، من مسافة من دبي الى البحرين. فايش بنسوي الحين؟ احنا رحنا من الصفحة اللي رحنا من ساعة اللي هو هذه، هذه الموقع. احنا قلنا بنطير من وين؟ راح نحط هنا دبي، مطار دبي، هنا مطار البحرين، وهنا الارتفاع راح نحطه. هنا العراق مساحة حطينا، ما نغير فيه شيء. دبي بيكون OMDB، البحرين راح يكون OWBI. الارتفاع خلينا نقول 280، 280 بعد. هاي الصحراء راح اشيله، هاي بشيله وخلي هذي، واقول له فاند روت. خلي يعطينا اعطانا نقطة واحدة اللي هو هذي. شوف بس اعطانا نقطة واحدة، هذا النقاط ما لنا علاقة فيها، اللي هو مثل البحرين واللي قبلها ما يصير ما لنا علاقة فيها، ولا النقاط راح تكون هني. لو تلاحظون هني بس نقطة واحدة، والمسافة بتكون مسافة الروت. انت لو بتطير من مطار لمطار بعيد راح يعطيك اكثر من روت، فانت تدخلهم على واحد واحد. فمثلا هذه راح نكتبها في ورقة، نروح للطيارة. احنا قلنا كتبنا من ساعة، راح نقول CSOAT، سامع كلير AT. لو مثلا كتبت حرف او رقم حرف غلط تمسح مني. امسح عادي. هاي اول نقطة راح احطها هني. طيب انت
شوف على طول رسمني هنا خط. مثلا انت لو عندك اكثر من نقطة تدخلهم واحد هني واحد هني واحد هني، وتروح لين تخلص الصفحة وتقط نكست بيج لين تخلص الرد. ما يصير انك تدخل واحد والاثنين وتوقف الباقيين، لازم تخلصهم كلهم عشان ما يصير لك مشكلة في الطيران. خلاص دخلنا اللي هو الروت، مجرد ما نفعله راح يصير خط وردي. شوف نقول له اكتف على هالزر، نقول له اكسكيوت على طول. شوف رسمنا الخط، انتهينا من تدخيل الروت. خلاص راح نروح على هالزر مرة ثانية، هذا اوزان الطيارة، وزن الطيارة هو يحسب، هو بروح يحسب الوزن. نضغط على المربعات الاولى ذيلين، نقول اوكي اعطاني الوزن الصح، الوزن الطيارة وزن هني راح نقول 40 الاحتياطي، وهني راح اخليه 100 استهلاك البترول. احنا من ساعة كم قلنا ارتفع؟ قلنا ارتفع 280، كتبنا في الموقع نحط 280 ونحطه في الخانة على طول. راح اعطانا في ال FL 180F. طيب بعد نضغط على انا دائما اخلي على ثالث خيار اللي هو رابع خيار هذه، واقول تيك اوف. هنا الفلابس يقول كم بتطير على الفلابس، بخلي 20 لان دائما الطائرة كبيرة ووزنها كبير، فخليها 20، هو من 15 الى 30 اتوقع. انا من حطيت 20 اعطاني السرعات، لو تلاحظ السرعات الحين مو مفعلة. شلون افعل السرعات؟ كل سرعة قدامها زر اضغطه تفعل، والثاني تفعل، والثالث تفعل. هاي اخر سرعة 160 راح احطهني. طيب الارتفاع قلنا 280، راح نحطه 280 هنا. طيب الحين فعلنا ثلاث سرعات، الاول والثاني والثالث، نضغط على الرابع ظهرنا التيرم. التيرم بيكون 5.5، نروح على التيرم هني، هاي التيرم هذا هو. مجرد ما نحط الماوس عليه لين ظهر الارقام، شو ظهرنا عشان ارفعه وانزله. عندك زرين في الكيبورد اللي هو الهوم والاند فوق بعض. الهوم ينزل والاند يرفع، انا بيرفع اضغط على الاند. شوف راح يرفع، بعد ارجع مرة ثانية انزل. اوكي خلاص انتهينا من هذا. هنا يكون دخلنا البيانات في الاف ام سي اللي هو الاقلاع بس، واعطينا الروت والمدرج خلاص. اللي بنسويه الحين راح نروح على الراديو، خلنا نقول اوتو اوتو هاي بريك الار تي او. هي لازم نفعل اللي هو نشغل التيكاس، التيكاس اللي هو لو في طيارة جنبنا او تطير او مسافة يعطينا الكمبيوتر انذار. هذا راح نرفعه فوق، وهذا نخليه جهة اليسار مرتين او مرة واحدة وننتظر طالع. TCAS system test okay. راح نخليها اخر شيء. هذا انتهينا منه. بعد ما جت كاس نضغط على هذا، مو نخلي السهم لين يصير يسار ويمين، لا نخليه في الوسط ونقول اوكي. لين ظهر عندنا هالعلامة، شوف لو نشيلها اختفت ظهرت. طيب هذه نرفعها بعد فوق، وهذه اتوقع ان خلاص انتهينا. خلينا نشغل الانوار، بس نشغل الانوار. خلاص الحين راح نطلب من المراغ اللي هو نضغط حرف الدال ونمشي على الخط
المدرج احنا ما نعرف يروح وين المدرج بالضبط، لكن اذا فعلنا ثالث خيار على طول راح يرسم لنا الخط. برويكم دقيقة اللي راح نمشي عليه. شوف الحين ما في خط، مجرد نضغط على هذه ثلاث خيار شوف رسمنا خط على طول يودينا المدرج لو انا شلت اختفى ورد. الحين عشان ارجع ريوس لازم اضغط شيفت بي 1، شيفت بي 1 اللي هو الشيفت والحاء الكيبورد وحرف وتاب مع بعض، يعني اضغط شيفت بي و2 الطائرة راح ترجع بهذا الاتجاه، المؤخرة هذه راح تروح هني. لو اضغط واحد من الكيبورد، لو اضغط شيفت بي واحد راح هذه راح تمشي هالاتجاه، لكن دائما احنا بنروح هني احنا نبي نرجع في هالاتجاه ونمشي سينا. اضغط بي و2 شوف انا قاعد ارجع ان شاء الله. طيب الحين وهي احنا راجعين نرفع سرعة المحركات نخليها الى 34 35، نضغط F3 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 ونراقب سرعة المحركات. شوف الطيارة شلون قاعد ترجع الحين. نضغط شيفت و بي بعد من الماوس والمقدار اللي هو الماوس بيوجه الطيارة يسار يمين. أسرع الفيديو شوي نوصل المدرج ما نسوي شيء.
خلاص وصلنا المدرج. وصلنا المدرج راح نوقف الطيارة وراح أول شيء الفلابس ننزلهم 20 F7 لين نوصل 20 ونضغط من الكيبورد حرف الدال ونقول اتجاه خلاص أول خيار وبعدين ثالث خيار اللي هو يسمحنا بالإقلاع. Italia 9999 heavy, clear for takeoff. Runway 30 left, departing straight out for cruise. Clear for takeoff. Runway 30 left. خلاص اعطانا اللي هو كلين تيك اوف نقدر نقلع فيها الطيارة. فنصلنا هنا انتهى شرح الدرس اليوم ان شاء الله. فالشرح الجاي راح يكون اللي هو الإقلاع من المطار، تدخيل بيانات الهبوط وبعدها الهبوط وبعدها تشغيل الطيارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.